صندوق النقد الدولي طلع توقعات في الساعات الأخيرة من يوم الاثنين حول توقعاته بإيرادات مصر من الدولار في الشهور اللي جاية، وقال أرقام مبشرة واتكلم على قفزة في العملة الصعبة هتريح الأسواق والحكومة المصرية ليها كلام تاني خالص. تعالوا نشوف الحكاية بالتفصيل. بانكير نبض البنوك. صندوق النقد الدولي زي ما قلنا طلع بيانات أخيرا مهمة جدا عن مصر، وبتدي أمل أن مصر تكسر حدة أزمة الدولار. وقالت البيانات أن مصر هتحصل إيرادات أكبر من الموارد الأساسية للنقد الأجنبي في مصر، يعني أكتر من المعتاد وأكتر من المتوقع كمان من قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات البترولية والسلعية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، اللي توقع الصندوق إن الإجمالي بتاعها ممكن يوصل لحوالي 140 مليار دولار أو أكتر. وده كلام الصندوق النقد مش كلامنا، والصندوق ما بيطلعش بيانات وخلاص، دي بتكون بعد دراسات مستفيضة ومتابعات دقيقة للموارد وحركة السوق، لأن بياناته بيكون ليها تأثير مهم على الدول اللي بتخصها البيانات دي، وبتدي مؤشرات مهمة للمستثمرين والمستقبل الاقتصاد بشكل عام كمان. ونرجع لبيانات صندوق النقد الدولي واللي توقع في أحدث الأرقام عن اقتصاد مصر ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار العام المالي الحالي 2022-2023، كما توقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات والمنتجات البترولية لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي أنه بيتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار العام المالي الحالي. في نفس الوقت الفريق أسامة ربيع رئيس القناة توقع تحقيق 8 مليار دولار إيرادات من القناة، ومؤشرات الشهور اللي فاتت رايحة ناحية 8 مليار دولار، يعني أكتر من توقعات صندوق النقد الدولي واللي توقع ارتفاع إيرادات قطاع السياحة عشان تسجل 11.3 مليار دولار. كمان الصندوق توقع لتحويلات المصريين في الخارج انها توصل لحوالي 34 مليار دولار. وقال البنك المركزي ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنه الماليه الماضيه اللي هي 2021-2022 سجلت 31.9 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنه الماليه السابقه عليها 2020-2021. رغم توقعات صندوق النقد الدولي حول تنامي إيرادات مصر من الدولار، لكن الحكومة المصرية عندها كلام تاني. ومثلا الصندوق اتوقع وصول إيرادات السياحة ل 11 مليار دولار، لكن الحكومة المصرية عندها خطة لمضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة عشان يوصل ل 30 مليار دولار سنويا بحلول 2027 بمساعدة القطاع الخاص والمطورين خلال السنوات القليلة اللي جاية. كمان الحكومة بتسابق الزمن عشان توصل لمعدل صادرات سنوي بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وكمان زيادة إيرادات قناة السويس ومعدل الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. وحسب توقعات الحكومة المصرية متوقع إيرادات الدولار توصل ل 190 مليار دولار لو ضفنا الفرق بين توقعات الصندوق وبين طموحات الحكومة المصرية. بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري. أنا أشرقة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.